سنة رابعة الحلوين، يلا بقى كده كوباية العصير في ايديكو، وفي الناحية التانية كتاب الأضواء، وتعالوا بينا كده يا ولاد بعد ما خلصنا المفهوم الأول التكيف والبقاء نبدأ نحل مع بعض سؤال سؤال، ونشوف بقى طريقة الأسئلة بتيجي ازاي. عايزاكوا تحاولوا كده معايا وتكونوا فاتحين معايا كتاب الأضواء على تدريبات المفهوم الأول كلها كده مجمعة، ونشوف طريقة حل الأسئلة. نبص على السؤال الأول عندنا زي ما تعودنا عليه، ده اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد بيقول لي ايه؟ الجهاز. نقط مسؤول عن هضم الطعام. الإجابة واضحة خالص في السؤال اهو، كاتب لي هضم الطعام. مين اللي هيهضم الأكل؟ أكيد طبعا الجهاز الهضمي، يبقى هنختار رقم ألف. السؤال التاني، المريء جزء من الجهاز الهضمي، يقوم بإيه؟ هل المريء هو اللي هيمضغ الأكل؟ مضغها يعني إن احنا نقعد نكسره كده في بقنا، ده طبعا وظيفة السنان. طيب تاني حاجة، امتصاص العناصر الغذائية؟ لا، دي وظيفة الأمعاء الدقيقة. طيب تحويل الطعام الصلب إلى سائل؟ طبعا لا، دي برضو وظيفة الجهاز الهضمي. يبقى آخر إجابة عندنا إن هو هيوصل الطعام للمعدة. عايزاكم دايما وانتوا بتجاوبوا تبصوا على اختيار اختيار، ما تتسرعوش وتختاروا على طول، لازم تفسروا نقطة نقطة. طيب السؤال الثالث بيقول لي المعدة جزء من الجهاز الهضمي، المعدة دي بقى هيحصل فيها ايه؟ تقوم بايه؟ هل هي هتمضغ الطعام، ولا هتمتص العناصر الغذائية، ولا هتنقل الطعام من الفم الى المعدة؟ كل ده طبعا اجابات خاطئة. اخر حاجة عندي بيقول لي تفتيت الطعام وخلطه بالعصارة الهاضمة. قلنا المعدة عاملة شبه الكيس شوية، وبيقعد فيها الطعام كذا ساعة لحد ما يتهضم وتحط عليه العصارات الهضمية بتاعتها. السؤال رقم أربعة بيقول لي الجهاز الذي يمد جسم الإنسان بالأكسجين ويخلصه من ثاني أكسيد الكربون. جهاز بيدخل لك أكسجين وانت تتنفس كده، يبقى اسمه جهاز تنفسي. والسؤال الخامس بيقول لي تحصل البرمائيات على الأكسجين الزائد في الماء عن طريق، نفتكر مع بعض البرمائيات يعني بتعيش في البر وفي المية زي الضفدعة، وقلنا الضفدعة بتاخد الأكسجين عن طريق ايه؟ الرئتين، ولا الخياشيم، ولا الجلد، ولا المعدة؟ طبعا الجلد هي الإجابة الصحيحة رقم جيم. السؤال السادس، طحن الطعام بالفم وظيفة مين؟ مين اللي جوه بقك هيقعد يطحن كده في الأكل؟ هل هي المعدة، ولا اللعاب، ولا اللسان، ولا الأسنان؟ طبعا دي إجابة يعني مش محتاجة تفكير، دي الأسنان رقم د. السؤال السابع، البلعوم عضو في الجهاز. البلعوم ده فاكرينه؟ احنا اخدنا الاكل من الفم راح على البلعوم، واخدنا الاكسجين من الانف برضو راح على البلعوم. يعني البلعوم ده حاجة مشتركة، عضو مشترك في الجهازين الاتنين اللي هم اسمهم ايه؟ الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. طيب هنا هختار الاجابة ازاي؟ احط خطين يعني تحت التنفسي والهضمي؟ لا، هنا بقى لما يبقى عندي يا ولاد اجابتين صحيحة تلاقيه دايما في الاخر كاتب لك كده، بص معايا على رقم د، كاتب لي الف و ب معا. معناها ايه النقطة دي؟ يعني الف صح و ب صح، فانا كده هختار رقم د. السؤال الثامن، تشمل عمليات التكيف التغيرات التي تقلل فرص البقاء. هل الحيوانات بتتكيف عشان ما تفضلش عايشة؟ اجابة خاطئة. هل بتقلل العمر الافتراضي، بتقلل عمرهم يعني يموتوا بسرعة؟ طبعا غلط. تحسين بقاء الأنواع يعني بتخليهم يفضلوا عايشين كويس، طبعا دي إجابة صحيحة. وبرضو نبص على آخر إجابة بيقول لي تقلل عملية التكاثر، ودي طبعا خطأ، يبقى هنا هنختار في رقم 8 الإجابة رقم جيم. السؤال التاسع، من الصفات التي تساعد الحيوان على التخفي، لون الفراء، ولا كثافة الفراء، ولا شكل الأذن، ولا لا توجد إجابة صحيحة؟ طبعا الحاجة المهمة اللي هتخليه مش باين من البيئة اللي هو فيها لون الفرو بتاعه، يبقى نختار رقم ألف لون الفراء. عشرة، الحيوانات التي تعيش في بيئة حارة حارة زي مين كده؟ نفتكر مع بعض، زي ثعلب الفينك. أذانها أذنها نقط تساعدها على التخلص من حرارة جسمها الزائدة، ودانها بيبقى شكلها ايه عشان تتخلص من الحرارة؟ طبعا ودانها بتبقى طويلة. السؤال بقى رقم 11 بيقول لي تستخلص الأسماك الأكسجين من الماء عن طريق، احنا قلنا الأسماك مختلفة عن الإنسان، الإنسان بيستخلصه عن طريق الرئتين، والأسماك بتستخلصه عن طريق الخياشيم. يبقى هنا هو عايز السمك، يبقى هنختار رقم جيم الخياشيم. 12، الحيوان الذي يعتمد على اللهس. اللهس قلنا يا ولاد شبه الكلاب كده اللي تقعد تفضل
تطلع في لسانها وتدخله للحفاظ على برودة جسمه. قلنا مين اللي بيلهث مثل الكلب؟ هنفتكر مع بعض اللي بيعيش في بيئة حارة في الصحراء اللي هو ثعلب الفينك. أي مما يلي يساعد الزواحف على التخفي بين الصخور؟ الحاجات اللي هي بتزحف زي ايه كده، زي سحلية الصحراء كده. ايه اللي بيساعدها ان هي تستخبى ما بين الصخور؟ كنا بنقول هل هي عندها ارجل قصيرة ولا حراشيف ملونة ولا فراء بيضاء ولا فراء بنية؟ طبعا كلنا عرفنا الاجابة الصحيحة ان هي عندها حراشيف ملونة، الحراشيف اللي هي القشور اللي على جلدها دي. رقم 14، اي مما يلي يساعد حرباء النمر على الالتصاق بالاشجار؟ حاجة هتمسك فيها بالشجرة وهي طالعة كده، هل جسمها المنفوخ؟ هل اقدامها اللي على شبه حرف البي؟ ولا هل الالوان بتاعتها الزاهية؟ ولا هل عيونها الكبيرة؟ طبعا مش محتاجة تفكير، هيساعدني اتسلق على الشجرة وامسك فيها يبقى الاقدام اللي بتشبه حرف البي. رقم 15، تساعد الأوراق نقط في النبات على امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس. عايزة شمس كتيرة، فالورقة هتكون صغيرة ولا مثلثة ولا بها أشواك ولا عريضة؟ زي نبات اللوتس الورقة بتاعته كانت عريضة عشان يقدر يمتص ضوء الشمس، يبقى هنختار رقم د الأوراق العريضة. السؤال رقم 16 بيقول لي أوراق النباتات التي تعيش في الغابات المطيرة تكون، الغابات المطيرة يا ولاد زي غابات الأمازون المطيرة اللي هي زي شجرة الكابوك اللي كان الورق بتاعها بيشبه راحة اليد كف الإيد، فهل دي كانت صغيرة ولا بها أشواك ولا ملونة ولا عريضة وكبيرة؟ كانت عريضة وكبيرة. رقم 17 يقول لي تمتلك معظم النباتات الصحراوية نقط لمنع الحيوانات من أكلها. النباتات الصحراوية فيها ايه عشان يمنعها من اكلها الحيوانات؟ فيها اشواك، يبقى رقم الف. 18، اي مما يلي يحدث اثناء عملية الشهيق واحنا بناخد النفس، هل هينبسط الحجاب الحاجز؟ هل هيخرج الاكسجين من الجسم؟ هل هيخرج ثاني اكسيد الكربون من الجسم في الشهيق ولا بيدخل الاكسجين الى الرئتين؟ شهيق يعني هاخد نفس، يعني هدخل الاكسجين الى الرئتين، يبقى هنختار الاجابة رقم د. 19، اي مما يلي يعتبر من الانشطة البشرية التي تسبب تغيرا في البيئة؟ حاجة احنا بنعملها وبتغير في البيئة بتاعتنا ودي تكون حاجة بشرية مش حاجة جاية من عند ربنا. طيب الفيضانات، هل احنا اللي بنعمل فيضان؟ لا طبعا دي حاجة طبيعية يا ولاد مش بشرية. الامطار الشديدة طبعا دي برضو مش احنا اللي هنعملها. تجريف التربة، ان احنا عمالين نجيب بقى كده حاجات ومعدات ونشيل طبقات من التربة كلها، دي طبعا الانسان هو اللي بيعملها ودي حاجة بتغير البيئة وبتبوظ التربة، يبقى هنختار رقم جيم تجريف التربة. السؤال رقم 20، تتنفس الاسماك غاز، اي كائن حي ربنا خلقه بيتنفس غاز ايه؟ غاز الاكسجين وبيخرج ثاني اكسيد الكربون، يبقى احنا هنا هناخد الف الاكسجين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يا اولاد النسر من الطيور الجارحه، واحنا اتفقنا كلمه طيور جارحه دي يعني بتاكل لحوم، بياكل لحمه، بينزل ياكل ثعبان، بيصطاد فار، بيصطاد اي حاجه فيها لحوم. منقاره قوي وحاد، حد يعني عامل شبه السكينه بالظبط وقوي جدا، بيساعده هذا التكيف التركيبي على، هل منقاره ده اللي هيعمل بيه ايه؟ هيجيب بيه المأوى يعني هيلاقي بيه مكان يعيش فيه، ولا هيساعده على تمزيق الفريسة بتاعته يقطع بقى الفريسة بتاعته عشان يعرف ياكلها، ولا منقاره هيساعده على الرؤية ولا الهروب؟ طبعا منقار يعني عايز ياكل، يبقى هيمزق الفريسة اللي هي رقم ب. سؤال 22، التكيفات التي ساعدت الحيوانات اكلة اللحوم على اكل الطعام، لسه احنا قايلين فوقيها ايه بالظبط؟ حيوانات بتاكل لحوم بقى عايزة تقطع الفريسة، هتقطعها بإيه؟ ضروس مسطحة يعني ضرس كده ناعم، ولا عندها أنياب حادة؟ حادة دي قلنا شبه السكينة وهي دي اللي هتخليها تمزق أو تقطع اللحوم، يبقى هنختار رقم ب. السؤال رقم 23، نبات يعيش في بيئة بها الكثير من العواصف، عواصف دي يعني رياح شديدة جدا، ينبغي أن يمتلك إيه؟ هل هو هيمتلك يا ولاد أزهار جميلة ولا جذور قوية
ولا أوراق كبيرة ولا أشواك حتى، عواصف يعني هوا شديد ممكن لو جه شوية هوا جامدين يخلعوه، فعايز ايه يثبته؟ الجذور القوية. رقم باء. سؤال 24، أي من الوظائف الآتية لا تعد من وظائف الجهاز الهضمي؟ الحاجات دي ما بيعملهاش الجهاز الهضمي. هل التخلص من بقايا الطعام، ولا ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، ولا امتصاص العناصر الغذائية، ولا خلط الطعام بالعصارة؟ هنقراهم كده كويس، هنلاقي كل الحاجات دي الجهاز الهضمي بيعملها ما عدا إن هو هيضخ الدم. مين اللي بيضخ الدم عندنا؟ القلب، وده مش تبع الجهاز الهضمي. يبقى هنختار ب اللي هي ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم. 25، ماذا يحدث للكائنات الحية التي لا تستطيع التكيف مع الظروف البيئية؟ حيوان ما قدرش يعيش في البيئة بتاعته هيحصل له ايه؟ هل هيزداد عددها؟ هل هتنقرض يعني تموت ما يبقاش فيه منها تاني خالص؟ هل هيبقى عددها ثابت، ولا يمكنها الاستمرار من في البيئة؟ طبعا لو ما قدرتش تتكيف مع البيئة اللي فيها طبعا هتنقرض كلها، هتموت ومش تبقى موجودة تاني. السؤال التاني يا ولاد هنا بيقول لي أكمل العبارات الآتية ومديني قوسين وفيهم كلمتين وأختار منهم كلمة وهحطها مكان النقط. وجود الدهون تحت جلد الحيوان لتدفئته تعتبر تكيف. الدهون دي هفتكر على طول اهو دي حتة من جسمه، يبقى وانا مغمضة على طول تعتبر تكيف تركيبي. 2، يمتلك نبات الصبار اشواكا تحميه من ان تأكله الحيوانات الصحراء، وذلك يعتبر تكيف. ها برضو نفس الموضوع، نبات وعنده شوك في جسمه، يبقى برضو تكيف تركيبي. 3، تعمل نقط على مزج الطعام وطحنه داخل الفم. تمزج الطعام ده اللسان، تطحن الأكل ده الأسنان. يبقى هو مديني حاجتين مش مديني حاجة واحدة، طحن ومزج، يبقى هنا هختار الأسنان واللسان معا. رقم 4، تتنفس الأسماك غاز نقط المذاب في الماء. قلنا أي كائن حي هيتنفس أكسجين، هنختار كلمة الأكسجين. رقم 5، أنبوب به عضلات يساعد على دفع الطعام إلى المعدة. أنبوبة كده طويلة بتودي الأكل من البلعوم تنزله لحد المعدة. دي طبعا المريء، القصبة الهوائية ملهاش دعوة بالطعام، دي تبع الجهاز التنفسي. رقم 6، أثناء الزفير يخرج من الرئة غاز إيه؟ إحنا قلنا بيدخل أكسجين لكن يخرج ثاني أكسيد الكربون. السؤال اللي بعد كده بقى ده رسم لي هنا عمودين، واحد اسمه ألف واحد اسمه ب، وعايزني أختار الجملة المناسبة وأكتب جنبيها رقم السؤال اللي كان في ألف. يعني هنبص كده على أول نقطة، مكتوب هنا رقم 1 الأكسجين، عايزني أختار له جملة من الناحية التانية. هل الأكسجين ينتج من عملية التنفس؟ لا، عملية ينبسط فيها الحجاب الحاجز ملوش علاقة بالأكسجين. غاز ضروري لعملية التنفس هي دي الصحيحة. يبقى عند اخر قوس عندي هنا يا ولاد رقم 3 ده، هم جاي كاتبه فيه 1 او اوصل. تاني حاجه الزفير، الزفير دي عشان اطلع الغاز بتاع ثاني اكسيد الكربون هيحصل ايه؟ هيحصل عمليه ينبسط فيها الحجاب الحاجز ويتحرك لاعلى، يبقى في الزفير الحجاب الحاجز هيتحرك لاعلى، وصدها على طول هكتب هنا كده رقم 2. ثاني اكسيد الكربون يبقى ده هو ده الغاز اللي بينتج من عمليه التنفس، هكتب فوق كده 3. يبقى احنا هنا في الارقام كتبنا 3 2 1. شوف العمود اللي تحتي، يوجد بالفم ويقوم بترطيب الطعام ليصبح لينا حاجه في بقنا كانها شبه الميه هترطب الاكل، ده اللعاب طبعا. يبقى تاني واحده عندنا هنا اهو في عمود ب، اكتب جنبيها 1. رقم 2 هنا، تمتص السوائل من الطعام غير المهضوم. غير المهضوم يبقى لازم اروح عند مين؟ عند الامعاء الغليظة. اخر نقطة خالص يا ولاد هنكتب عندها 2. 3، انبوب بيحتوي على عضلات تحرك الطعام الى المعدة. نفس السؤال متكرر، يبقى هنا قصده على المريء. حاجة عندي رقم 4، بيقول لي تساعد الجسم على أداء وظائفه الداخلية ويحصل عليها الجسم من العناصر الغذائية. طبعا أي حاجة هتساعدك ان انت تتحرك وتعمل شغلك وتعمل كل حاجة، يبقى ده قصده على الطاقة. نيجي بقى عند السؤال اللي عايز مننا احنا مجهود شوية ونفتكر مع بعض.
بيقول لي اكمل العبارات الاتيه. هنا بقى مش هيديني كلمات استعين بيها ولا حاجه، هنا هيديني جمله وانا هكملها من دماغ. رقم واحد، تساعد استراتيجيه التباين اللوني نقط على التسلل الى فرائصه. اخذنا حيوان يا ولاد كان عنده استراتيجيه اسمها التباين اللوني، لما كان بطنه بتبان من تحت لونها ابيض وظهره من فوق بيبقى لونه اسود، ده كان ايه؟ كان اسمه قرش الثور. رقم اتنين، بعض الفراشات تمتلك لونا مثل لون الشجرة التي تعيش عليها، تسمى هذه الظاهرة ايه؟ عندها لون شبه الشجرة عشان تعمل ايه؟ عشان تتخفى، يبقى الظاهرة دي اسمها ظاهرة التخفي. رقم تلاتة، تحتاج النباتات الى نقط ممتدة في اعماق التربة للبقاء في البيئة نادرة المياه. عندها ايه تحت ينزل في التربة؟ عندها جذور طويلة عشان تقدر تعيش في المكان اللي ما فيهوش مية. رقم اربعة، بيقول لي تتنفس الاسماك الاكسجين الزائف في الماء. خلاص حفظنا بقى عن طريق اسماك، يبقى خياشيم. رقم خمسة، الحيوانات التي تمتلك طبقة دهنية سميكة تحت الجلد هي حيوانات تعيش في بيئة ايه؟ عندها دهن كتير تحت جلدها، هل يا ترى هتعيش في بيئة باردة ولا بيئة حارة؟ عندها دهون عشان تحميها من البرد، يبقى هتعيش في بيئة باردة. رقم ستة، تنمو نقط في أشجار الكابوك لأعلى حتى تصل إلى جذوع الأشجار. شجرة الكابوك كانت طويلة جدا، علشان كده الجذور بتاعتها كانت بتطلع لفوق كمان التربة، وكنا بنسميها الجذور الداعمة. يبقى تنمو الجذور الداعمة لأعلى حتى تصل إلى جذور الأشجار. طيب السؤال السادس، بيقول لي صنف التكيفات التالية إلى تكيفات تركيبية وسلوكية. يعني هو هيديني جملة هنا وأنا هكتب له جنبها التكيف ده نوع إيه، هل هو تكيف تركيبي ولا تكيف سلوكي. رقم واحد، الجذور الوتدية الطويلة في بعض النباتات للبحث عن الماء، عندها جذر حتة منها، يبقى تكيف تركيبي، اكتب كده جنبيها تكيف تركيبي. رقم اتنين، اختباء استحالي في مناطق الظل للهروب من حرارة الشمس، جت راحت قعدت في مكان ظل، دي بقى ده سلوك، يبقى دوت كده اقول له تكيف سلوكي. اخر حاجة معايا رقم تلاتة، بيقول لي اشجار الصنوبر مثلثة الشكل لتساعد على انزلاق السلوك من فوقها. شكلها مثلث يبقى ده جزء منها، يبقى اقول له تكيف تركيبي. السؤال اللي بعد كده يا ولاد بقى ده عامل شبه الفزور، وده سؤال جديد عليكم شويه، وبيقول لي في السؤال اكتب المصطلح العلمي. يعني ايه اكتب المصطلح العلمي؟ يعني هو بيديني تعريف لحاجه او تعريف لحيوان، وانا اكتب له اسم الحاجه دي ايه. نبص كده مع بعض على اول نقطه، العمليه التي ينبسط فيها الحجاب الحاجز ويتحرك لاعلى، هيتحرك لفوق علشان يطرد الغازات، يبقى العملية دي كان اسمها عملية ايه؟ اسمها عملية الزفير. يبقى انا هنا كده عند النقط هكتب له عملية الزفير. اتنين، غاز ضروري لتنفس الكائنات الحية على سطح الارض. طبعا احنا قلنا كتير النهاردة هنتنفس، يبقى الاكسجين، يبقى اكتب له عند النقط كلمة الاكسجين. تلاتة، الجهاز الذي يقوم بهضم الطعام. هضم الطعام على طول من غير ما نفكر اهو، يبقى الجهاز الهضمي. أربعة، الجهاز المسؤول عن دخول وخروج الهواء من الجسم، هتدخل هواء عمال تدخل أكسجين وثاني أكسيد الكربون يخرج، يبقى ده اسمه جهاز تنفسي، أقول له الجهاز التنفسي. خمسة، أحد أنواع التكيف يساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى الفريسة. احد انواع التكيف يا ولاد وبيخليها تستخبى، يبقى ده اسمه التخفي. ستة، خصائص مميزة للكائن الحي تساعده على البقاء على قيد الحياة. خصائص عنده هتساعده على ان هو يفضل عايش، يبقى ده اسمه التكيف. رقم سبعة، عملية دفع الهواء داخل وخارج الجسم، هواء عمال يدخل ويخرج، يبقى دي اسمها عملية التنفس. تمانية، عضو بالأسماك يستطيع استخلاص الأكسجين الزائد في الماء، حاجة في السمكة تخليها تتنفس، يبقى الخياشيم. تسعة، تكيف يطرأ على سلوك مجموعة من الحيوانات، سلوك وتكيف، يبقى ده تعريف التكيف السلوكي.
سؤال بيتهيألي سهل وبسيط اهو، نقرا الجمل بتركيز ونفهم بس السؤال عايز مننا ايه. السؤال اللي جاي بقى يا ولاد، قدامنا صورة عايزاكوا تركزوا فيها كويس قوي وتشوفوا ايه اللي موجود في الصورة. موجود ورق شجر، طب في حاجة واقفة على ورقة الشجر؟ بصوا كده كويس بعينيكوا، هنلاقي في حشرة فوق ورقة الشجر. في هنا ناس هتقولك ايه ده، انا ما كنتش واخد بالي، انا اصلا فاكرها كلها على بعضها ورقة شجر. لا، اللي فوق ورقة الشجر دي حشرة شبه ورقة الشجر بالظبط. يبقى هنا بيقول لي هذا النوع من التكيف يسمى ايه؟ ان يكون عندك حشرات تشبه اوراق النباتات، ده تكيف ايه؟ ده النوع ده التكيف ده بنسميه تخفي، يعني عشان تستخبى في وسط الاشجار. طب هذا النوع من التكيف يعتبر تكيف تركيبي ولا سلوكي؟ ده هي بقى شكل جسمها كله كده شبه ورقة الشجر، يبقى ده طبعا تكيف تركيبي. طيب نشوف صورة تانية برضه يا ولاد، بيقول لي الصورة المقابلة توضح احد الاعضاء في جسم السمكة تستخدمه للتنفس، اسم هذا العضو ايه؟ زي ما احنا شايفينه في الصورة طبعا، وقدم سمكة يبقى زي ما قلنا الخياشيم. رقم ب، يمثل هذا العضو نوع من انواع التكيف، الخياشيم حتى من جسمها، اقول له تكيف تركيبي. طيب رسم لي صورة تانية، بيقول لي الصورة المقابلة توضح احد النباتات لديه اشواك حادة واوراق صغيرة، يبقى على طول انا على طول فهمت وعايز يقول لي ان النبات ده بيعيش فين، اقول له بيعيش في الصحراء. هذا النبات يواجه مشكلة ايه يا دام في الصحراء؟ نقص الماء ولا عدم وجود ضوء؟ في الصحراء يعني ما عندوش مية، يبقى نقص الماء. جيم، يعتبر وجود الاشواك الحادة في هذا النبات تكيف تركيبي ولا سلوكي؟ شوك منه من جسمه، يبقى اقول له التكيف تركيبي. الصورة اللي بعد كده بيقول لي الصورة المقابلة توضح احد الحيوانات لديه اذن طويلة، يبقى على طول فهمنا هذا الحيوان يعيش فين، في المناطق الحارة ولا المناطق الباردة؟ ودانه طويلة شبه ثعلب الفينك، يبقى هيعيش في المناطق الحارة. هذا الحيوان يواجه مشكلة مناطق حارة، اكيد مشكلتها ايه؟ ارتفاع درجة الحرارة ولا انخفاض درجة الحرارة؟ مش محتاجة تفكير بقى، ارتفاع درجة الحرارة. اخر سؤال بقى بيقول لي تعتبر الاذان الطويلة لهذا الحيوان مثال على التكيف تركيبي طبعا، لان ودانه حتة من جسمه. طيب هنا بقى رسم لي يا ولاد رسمتين اهم قدامنا، الشكل رقم واحد والشكل رقم اتنين. بيقول لي لاحظ الشكلين التاليين ثم حدد اسم كل من العمليتين في الشكلين. العمليتين هنا طبعا اللي هو قصده بيهم ايه؟ عملية شهيق وعملية زفير. الشهيق هنا هتبقى رقم واحد ولا رقم اتنين؟ هبص كده هلاقي في رقم واحد الحجاب الحاجز موسع القفص الصدري قدامي اهو يا ولاد، واتحرك لاسفل عمل لي عندك سهم اهو كده بيتحرك الى اسفل، يبقى على طول رقم واحد دي عملية الشهيق. طب رقم اتنين رسم لي سهم الحجاب الحاجز فيه بيتحرك لفوق، وشايفين ان القفص الصدري كده مساحته بقت ضيقة شوية عشان يطرد الغازات، يبقى في الشكل رقم اتنين ده دي عملية الزفير. ماذا يحدث للحجاب الحاجز في الشكل رقم واحد؟ هيحصل له ايه؟ هل هو هينقبض ويتحرك لأسفل ولا ينبسط ويتحرك لأعلى؟ طبعا في الشهيق بينقبض ويتحرك إلى أسفل. السؤال اللي بعد كده، يمتلك الأرنب أقداما خلفية طويلة وقوية تساعده على القفز سريعا والهروب عند الخطر، حدد نوع التكيف. رجلين الأرنب طويلة عشان يقدر يجري بسرعة، يبقى ده تكيف تركيبي. رقم سبعة، تعيش بعض الكلاب في بيئات حارة بينما يعيش بعضها في بيئات باردة، في رأيك أيهما يمتلك فراء كثيفة ولماذا؟ فراء كثيفة دي عشان تحميه من البرد، يبقى أكيد اللي هيمتلك فراء كثيفة الكلاب التي تعيش في بيئات باردة. ولماذا؟ حتى لا يشعر بالبرد. طيب بعد كده رقم 8 بيقول لي بعض النباتات لديها أوراق عريضة تطفو فوق الماء، اذكر السبب. نفتكر برضو قلنا يا ولاد من شوية نبات زنبق الماء أو زهرة اللوتس كانت الورقة بتاعته عريضة وبتطفو على سطح الماء علشان تمتص أكبر كمية من ضوء الشمس، يبقى أنا هنا في الإجابة هكتب له إيه؟ أقول له حتى تمتص أكبر كمية من ضوء الشمس. سؤال رقم 9، لسه مجاوبين واحد عكسه من شوية، بيقول لي ماذا يحدث لعضلة الحجاب الحاجز أثناء الزفير بقى، هيحصل لها إيه؟
هنقول له عضلة الحجاب الحاجز هتنبسط وتتحرك إلى أعلى. طيب رقم 10، اذكر سبب اختباء القوارض والزواحف في الرمال أو تحت الأرض. دول بيستخبوا ليه يا ولاد؟ القوارض أو الزواحف عندنا كذا سبب، ممكن يكونوا بيستخبوا هربا من ايه؟ هربا من الحر الشديد، فبيقوم جايين حفرين حفرة كده ويقوم جايين مستخبين فيها تحت الأرض أو بغرض التخفي. 11، تختلف طريقة التنفس في الإنسان عن الأسماك والضفادع، وضح كيف يحصل كل منهم على الأكسجين. طبعا الإنسان بيحصل على الأكسجين عن طريق الرئتين، الأسماك بتحصل على الأكسجين عن طريق الخياشيم، الضفادع بتستخلص الأكسجين من المية عن طريق الجلد. دول 3 طرق مختلفين عن بعض. وبكده يا ولاد نكون حلينا مع بعض كمية كبيرة جدا من الأسئلة، يعني أظن كده يعني كلنا اطمنا إن أسئلة العلوم هتبقى سهلة ولذيذة، وإن شاء الله مفيش حاجة صعبة علينا. وأشوفكم المرة الجاية، وإن شاء الله المراجعة دي كمان هتنفعكم يا ولاد في امتحانات الشهر، امتحانات شهر 10 إن شاء الله بعد ما تدخلوا المدرسة هتكون المراجعة دي مفيدة جدا ليكم. وأشوفكم المرة الجاية على خير، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.